نكمل وياكم الكلام. هذا سكرين شوت من الفيديو دز الدكتور، نفس الكلام اللي حكيناه زائد الميكانيزم اللي يبي راح الخليه المجاوره تحمي نفسها من الفيروس وتكتله لما يدخل لها. فعندي هذه خليه، هاي خليه، هاي بعدنا بالبدايه، راح نعيد من البدايه. هذه خليه طبيعيه ما بيها شيء، عايشه بامان الله، ولسوء حظها اجاها فيروس ودخل لها لي جوا. فهذا الفيروس دخل لهاي الخليه، شوف بالسيال ممبرين بهالطريقه، النوب بعدين دخل داخل الخليه، النوب بعدين صار كومبليتلي بشكل كامل داخل الخليه. وهذا الدي ان اي مال فيروس، شوفه هذا الدي ان اي مال فيروس، هذا ويا باو عليه زين. النوب ذب الدي ان اي مالته، فايرال نيوكليير اسيد، هذا فايرال نيوكليك اسيد صار داخل الخليه، يعني اصاب الخليه. لما صار هذا الفايرال نيوكليير نيوكليك اسيد داخل الخليه، الخليه صنعت، شوف الخليه صنعت انترفيرون، مو هذا الدي ان اي مال فيروس، الخليه صنعت هذا انترفيرون، هذا اسمه انترفيرون وهذا اللي نسولف عنه. والنوب سوت اكو هاي الخليه المجاوره باع لها، هاي الخليه المجاوره الها على السطح مالتها هذا ريسبتر، شوف هذا مستقبل خاص على السطح مالتها راح يستقبل هذا الانترفيرون من يجي زين. فهنا الانترفيرون طلع خارج الخليه، شوف طلع واجى ارتبط هذا الانترفيرون بالريسبتر، فهذا صار كومبلكس معقد عباره عن انترفيرون وريسبتر زين. لما الفيروس بعدين راح يطلع من هاي الخليه، شوف لما يطلع خارج الخليه صار تكاثر الفيروس، وبدال ما كان واحد صارن ثلاثه وطلع للخارج، واجى الفيروس يريد يصيب هاي الخليه اللي الانترفيرون مرتبط بيها اللي هو الرساله التحذير، شنو راح يصير؟ شوف اجى الفيروس دخل لهاي الخليه الصاحيه اللي بصفها اللي هي حمت نفسها، وهذا الانترفيرون مرتبط بالخليه واجاها الفيروس دخل لها، شوف شنو راح يصير. الفيروس دخل مالت الدي ان اي اللي هو فايرال نيوكليك اسيد نفس مساء، بس هنا هالخليه عندها انترفيرون مرتبط بها زين. شوف الخليه سوت، الخليه طلعت هذه الجزيئات، شوف هاي الصوره قبل ذي الصوره، شوف هذا الفيرال نيوكليك اسيد وهذا مرتبط بها الانترفيرون، مو هذا الدي ان اي مال فيروس راح يدز ام ار ان اي، الام ار ان اي حتى الفيروس يصنع بروتينات الخاصه حتى يقضي على هاي الخليه، فالدي ان اي مال فيروس دز ام ار ان اي. شوف الخليه ايش سوت، الخليه طلعت ذنل بالبنفسجي اللي هن عباره عن بروتينات راح تكسر هذا الام ار ان اي، شوف هاي الصوره اجى وكسر الام ار ان اي والفيروس، فايرال ريبليكيشن ستوب، وقف الريبليكيشن التكاثر مال الفيروس، هي هاي الميكانيزم كلش واضحه عزيزي ما يراد لها شيء. كملنا اذا كملنا الانترفيرون، نروح الى سايتو، نروح الى ميدييتر ثاني تمام اللي هو سايتوكاينز ثاني اللي اسمه انترلوكين، هذا اسمه انترلوكين. شنو هذا انترلوكين؟ نفس ما ذاك شفته سمبل وبسيط، هذا نفس الطريقة الانترلوكين. شنو هذا الانترلوكين؟ هذا بيه هواي انترلوكينات، يبدا من انترلوكين واحد وانترلوكين اثنين وثلاثة واربعة لحد انترلوكين 37، ولحد الان بعدهم يكتشفون اكثر واكثر. اذا عندي من 1 إلى 37 هن هواي، وكل واحد يسوي وظيفة معينة، انترلوكين 4 يسوي وظيفة، انترلوكين 5 يسوي وظيفة، كل واحد له وظيفه سبيسيفيك. هسه مو احنا بصددها وراح ناخذ منها جزء بالباثولوجي في موضوع انفلاميشن، وايضا بالفارماكولوجي، وهي راح نتطرق لهذا في موضوع الاوتوكويدز الانتي انفلاماتوري دراجز بعدين ناخذهن زين. هذه الانترلوكينز نوت ستورد انسايد سيل، هذه ترى ما تتخزن داخل الخليه دير بالك، وانما كوايكلي سينثيسيد اند سكريتد ان ريسبونس تو انفكشن. ترى هذه الانترلوكينز اللي نحكي عنها هي ما تنخزن داخل الخليه، يعني هي مو مخزونه اوريدي، لا، وانما من تصير العدوى هي راح تصنع، عرفت شلون؟ يعني هذه خليه بعد هي ما مصابه، إذا تباوع تحط عينك بداخل الخليه ما تلقى موجود بداخلها انترلوكين ولا اي سايتوكاينز، وانما من تجي بكتيريا مثلا او فيروس ويصيب هاي الخليه، هنا راح الدي ان اي والنواه مال الخليه هي اللي راح تصنع بسرعه، تصنع انترلوكين وبسرعه تطلع هذا انترلوكين او اي سايتوكاينز. اذا هو ما يخزن وانما يصنع كوايكلي وسكريتد ايضا كوايكلي ريسبونس تو ذا انفكشن زين.
إذن هي الكي ميديتر اوف بيهيفيرال اوف اميون سيستم. هذا الانترلوكين هو المفتاح، هو الميديتر المفتاحي والمهم جدا بالسلوك مال الاميون سيستم. هذا كلش مهم، كلش يغير سلوك الخلايا المناعية، مثلا يصير استرداري اكثر ويسوي لها اكتيفيشن والى اخره. زين، وبعدين راح ناخذ بالديتيلز، هذا فقط تعريفية. mostly secreted by T lymphocyte and macrophage. هذا الانترلوكينز mostly غالبا ينفرز عن طريق T lymphocyte والmacrophage. هذا خاف تجيك MCQ، دير بالك من عدد عزيز مشاهد الجميل. زين، شنو عملها؟ what interleukin do؟ شنو يسوي هذا الانترلوكين؟ فد فيجر كلش رائع يوضح لك هذا الشيء. الانترلوكين يسوي inflammation. شنو الانفلاميشن؟ هسه بعد شوي نسولف عليه. التهاب، التهاب هذا الانترلوكين بالمكان اللي صارت بيه عدوى يسوي التهاب. شوف المكان يصير مثلا احمر ويورم والى اخره، هذا يسموه انفلاميشن. انفلاميشن ناخذ بالباثولوجي بالتفصيل. فهو اذا الانترلوكين يسوي انفلاميشن، بعد شو يسوي؟ بروليفريشن اوف اميون سيلز. يعني شنو؟ يعني تكاثر الاميون سيلز. انا عديت ببكتيريا، اجتني بكتيريا او جاني فيروس، هذا الانترلوكين من ينفرز عن طريق الخلية بمكان العدوى يروح للخلايا المناعية يقول لها ترى احنا انصبنا فيروس، كثر العدد ماتج حتى نكثر الجنود اللي راح تقاتل هذا البكتيريا او هذا الفيروس. فشوف شلون كثرت العدد من اثنين صار انهالقيد. عن طريق منه؟ عن طريق هذا الرسالة اللي هي انترلوكين. اذا اجت رسالة للخلايا المناعية اسمها انترلوكين، راح ايضا من ضمن هاي الاشياء تسوي بروليفريشن، تكاثر وتوسيع العدد. increase antibody production، ايضا تزود الانتيبودي برودكشن. اذا هم تزود العدد مال الخلايا المناعيه وهم تزود الانتيبودي ايضا ارجوك، اللي هي الاسلحه ضد هذه البكتيريا او الفيروس او الميكروب. واكتيفيشن مال immune system ايضا، اذا اكو خليه مناعيه غير not activated يسوي activation. زين، بسيطة ما يراد لها شيء. عندي بعد سايتوكاينز ثاني اسمه تيومر نكروسيس فاكتور TNF. هذا شنو وظائفه؟ هذا هم يسوي انفلاميشن. شوف اللي تصير حمراء ومرمى، هسه نسولف عن انفلاميشن. يسوي فيفر، ها يسوي فيفر. شلون يسوي فيفر؟ سخونة وحمى. شلون يسوي هذا التيومر نكروسيس فاكتور؟ هذا تيومر نكروسيس فاكتور هو حال حال الانترلوكين، حال حال الانترفيروس، هو يعني حال حالهم. يعني هو هم ميديترز، هو هم سايتوكاينز، هو هم بروتين، هو هم رساله تطلع على الخليه من تنصاب بعدوى معينه. هذا من ينفرز يسوي فيفر، يسوي حمى. شلون يسوي حمى؟ هذا يروح يصعد للدماغ، يروح للثلمص. تتذكر ثلمص هايبوثلمص؟ يروح للهايبوثلمص، يروح للهايبوثلمص بالدماغ، يلقى مركز الحمى، مركز الفيفر، مركز التمبرتر، يرفع درجة الحرارة. شلون انت عندك قنينة غاز وهيك تبدل المالتها، شاف شلون هذا الراس او ما ادري شو يسموه هيك كذا ترفع، او عندك بالطباخ ترفع النار او تنص النار، بالضبط نفس الشيء. هذا يروح للثلمص يلقى كنترول هناك، يلزم يعلي درجة الحرارة فيصير فيفر. بالضبط هيك، ماكو بعد ابسط من هاي. وايضا من ضمن وظائفه كلينج اوف كانسر، ايضا يقتل الكانسر تيومر نكروسيس فاكتور. هاي ثلاث اشياء احفظهن جميلات وبصوره جميله. ما عندنا شيء بعد. الكومبلمنت، الكومبلمنت المتمم او يسموه المكمل. انت تتذكر عزيزي احنا كملنا اول كاتيجوري، لا تنسى احنا وين، لا تنسى، تعال خلي اذكرك، لا تنسى لا تنسى. شوف احنا قلنا نسولف بهاي المحاضره على ثلاث اشياء، الهيومرال كومبوننت، سولف على ثلاث اشياء، عن سايتوكاينز سولفنا عليها وخلصنا. هسه ننتقل الى موضوع ثاني هو الكومبلمنت المتمم والمكمل. نكمله ونروح للكوغوليش حتى تكون انت بالصوره، عم تعرف احنا وين نسولف. احنا خلصنا السايتوكاينز، هسه بالكومبلمنت اللي هي هيومرال، اللي هي كلها هاي من ضمن الانيت اميون ديفنس ميكانيزم. تمام زين، الانيت اميونيتي. تمام عزيزي، فاحنا الان بالكومبلمنت المتمم والمكمل. نعم هو هيومرال كومبوننتس من ضمن الانيت اميونيتي، هذا فطري خلقي موجود عندنا.
هذا شنو؟ هذا أرجوك هو عدد كبير من البلازما بروتين، عبارة عن بروتينات هواي كلش تمشي بالدم مالتنا وإلها وظيفة مهمة بالإميون سيستم، تمام؟ هذا هواي، وواحد ينشط اللاخ، واحد ينشط يعني هذا الدم ماتي، هذا البلات، هذا الكابيلاري، بهواي بروتينات، هواي بروتينات اسمها كومبليمنت، من سي واحد إلى سي تسعة، كل واحد نسميه سي، هذا سي واحد، هذا سي اثنين، هذا سي ثلاثة، هذا سي أربعة، وواحد ينشط الأخ، واحد ينشط اثنين، اثنين ينشط ثلاثة، ثلاثة ينشط، واحد ينشط، أخذنا ذني موجودات بالدم ماتي ولهن وظيفة مناعية حماية. زين، large number of distinct plasma protein that react with another with one another، هذه من واحد إلى تسعة، وقلنا واحد ينشط لا complement combined to microbes and count the microbes، قلنا هنا واحد ينشط لا، هذا كلش بسيط. وأيضا هنا أنا خلي أفسر لك هاي الجملة شنو، أيضا ترتبط بالمايكروب وتحوطه تكلبكه، بالضبط تكلبكه، يعني شلون باوع عزيزي المشاهد الجميل، هذه بكتيريا، هذه بكتيريا، أو جميلة بكتيريا خضراء، هذا الكومبليمنت اللي موجود بالدم راح يجي يشوف البكتيريا، مو هذا الدم زين، وبي كومبليمنت، الكومبليمنت يجي يم البكتيريا، مو يشوف البكتيريا، الكومبليمنت يجي البكتيريا يحاصرها هيك بهالطريقة، يحاصرها ويحوطها يكلبجها يسوي كاوت، شوف شلون هو هذا معناه حتى تتثبط. زين هذا معنى هاي الكتابة. Essential part of innate immune response، إذن هو مكون رئيسي من النيت ندري بيها. وأيضا enhance the adaptive immune response، إذن هو همنا جزء رئيسي من النيت وهمنا يعزز ويحسن ال adaptive immunity، يعني أني أقدر أصيغ ال complement بطريقة ثانية، أقول هو عبارة عن رابط بين الانت وبين الادابتف، انا مو عندي سيستمين انت وادابتف، هذا هو رابط بيناتهم، هو جزء رئيسي من الانت وايضا يساعد الادابتف، عرفت شلون؟ كلش رائع. زين، وقلت لك ان شلون هذه اللي هي دومينا، شوف وحده توقع اللاخ، بالضبط الكومبلمنت هيك، واحد ينشط اللاخ، كلش رائع. زين، يقول لك when activated by three pathways you're heard about later، راح نسولف عنها بعدين، it sets off cascading activator pathway، هي تتنشط بثلاث طرق مختلفة، سبع شوية راح نسولف عنها، وهذه ورا ما تتنشط شو راح تسوي، راح تسوي cascaded pathway. هسه راح نشوف بهذا السلايد، شوف عزيز بهذا السلايد كلش واضحه، complement activation pathway، هذا الكومبلمنت حتى يشتغل يراد لتنشيط. زين، منو ينشطه؟ يتنشط بثري باثويز، بثلاثه طرق، الطريقه الاولى اسمها كلاسيك باثوي والالترناتيف باثوي ولاكتين باثوي، ثلاث طرق اي وحده من عندهن راح تنشط الكومبلمنت سيستم. زين، ورا ما يصير لتنشيط بأي طريقة من ذن الطرق راح نفس التأثير ينتج بالنهاية، يعني أنا سواء نشطت بهاي الطريقة أو بهاي أو بهاي النتيجة النهائية واحدة، ولكن الطرق مختلفة، شايف شلون كل الطرق تؤدي إلى روما، هي طرق مختلفة ولكن المقصد والإفكت والتأثير في النهاية واحد. زين، each pathway is activated by different components but all three pathways lead to the same effects، يقول لك كل باثواي يتم تنشيطه عن طريق مكونات مختلفة ويمشي بطريق مختلف، ولكن ذن الثلاثة بالنهاية كلهن يسوون نفس التأثير، كلش رائع وبسيط وسمبل. هنا أنا شنو الرول مالته مال الكومبلمنت بال innate immune system، السي بروتين يسوي inflammation، شفت تلاحظ كل هني دا يسوون inflammation، لو ما دا تلاحظ هاي خليها ببالك، وبعد سوي لاسز للباثوجينز direct
لايسز للباثوجينز، يعني يروح مباشرة يحلل الباثوجينز. وتعرف شنو معنى الباثوجينز؟ بكتيريا مثلا أو فيروس، يروح مباشرة يحلله. مرة يكلبش بساعة سولفنا، لا هنا أنا إلى وظيفة ثانية أنه مباشرة يروح يحلله، وهسه راح راويك إياها برسم. أو فاسيليتيت الفاغوسايتوسيس، هاي كلش رائعة، هسه راح نشرحهن وحدة وحدة. انتبه عزيزي باوع، هذا أريد أوضحهن وحدة وحدة. أريد أوضح أول شيء اللايسينج. طبعا أول وحدة سولفنا عنها انفلاميشن، وهاي قلنا كلهن يسوون انفلاميشن زين. والثانية اللي هي يكلبشة مثل ما أخذنا من الساع ورسمت لك إياها، وهاي يسوي لها لايسينج، دايركت لايسينج للباثوجينز. باثوجينز مثلا بكتيريا، شوف هذه بكتيريا، مو هذه بكتيريا، يجي الكومبلمنت يسوي لها لايسينج مباشرة. هذا البكتيريا شوف الجدار، هذا البكتيريا شوف الجدار مالتها، اجى هذا الكومبلمنت بروتين اللي هن ذني، شوف اجى للجدار وسوينا لايسينج، لايسينج للبكتيريا سيل وول، جدار البكتيريا شوف شلون تثقب، وورا ما تثقب بالنهاية انفجر وطلعت بروتيناته للخارج وكتل البكتيريا بهاي الطريقة. اذا هذه هم طريقة ثانية زين. وبعد الى وظيفة ثالثة شنو؟ انه يساعد بالفاغوسايتوسيس. شوف يقول لك فاسيليتيت الفاغوسايتوسيس، شلون فاسيليتيت فاغوسايتوسيس؟ زين احنا نعرف عملية البلع انه خلية مناعية تجي تبلع البكتيريا، بس هاي مو سمبل ترى، مو بهاي البساطة، هاي بيها ترى ديتيلز، بيها تفاصيل، مو مباشرة تجي تبلع لا، وانما تفاصيل. شنو هاي التفاصيل؟ كالآتي باوع، هذه فاغوسيتيك سيل مثلا مايكروفيج، اي خلية تبلع زين. هاي على السطح مالتها موجودة ريسبتورات. اذا احنا هسه نسولف تفاصيل الدقيقة لعملية البلعمة. احنا البلعمة كنا فاهميها ببساطة سمبل انه اقدام كاذبة وتحط البكتيريا بداخلها وتبلعها، بس طلعت اكو تفاصيل ثانية. واو شنو هاي التفاصيل؟ انه على سطح الخلية البالعة هاي الفاغوسايتيك سيل اكو ريسبتورات مستقبلات خاصة لونهم بالبنفسجي، ذني سي ريسبتر، نيتروفيلز هاف سي ريسبتر زين. هذني السي ريسبتر شنو راح يصير بهن؟ وهاي بكتيريا مثلا انا اريد ابلعها، هاي بكتيريا انا اريد ابلعها، هاي باللون الاحمر، يجي الكومبلمنت هذا اللي هو يمشي بالدم يجي يرتبط بهاي البكتيريا، فصار عندي هنا بكتيريا مرتبط بها الكومبلمنت. شوف بكتيريا كوتد وذ سي، يعني ويا الكومبلمنت، سي فتحه عن كومبلمنت زين. النوب شنو راح يصير؟ راح يجي هذا الجزء يرتبط ويا هذا الجزء، شوف شلون هذا الخليه اجت البكتيريا المرتبط بها الكومبلمنت، والكومبلمنت له مستقبل خاص هنا أنا شوف، فالكومبلمنت ارتبط بالمستقبل مالته وهو شايل ويا البكتيريا، شايف شلون؟ ورجعت الخليه بتلعت الكومبلمنت ويا البكتيريا. خل اوضح لك، يقول الله عز وجل ليش يتسوى، ليش يتسوى؟ اقول لك باوع اشبه لك اياها بمثال، اشبه لك اياها بمثال. انت تريد تقلي مثلا بيضة، جميل جميل، هذه البيضة حتى تقليها يصير تحطها مباشرة على النار وتقليها؟ لا خوما، تلزم البيضة هتشي تحطها مثلا بيدك تطقها، تحطها مثلا بعلاقة مثلا وتقل... لا ما يصير، لازم تحطها بطاوة. هنا أنا بالضبط هيك، شلون انا اريد اقلي بيضة؟ الزم احط البيضة بالطاوة وخليها تتقلى، عرفت شلون؟ إذا ما هي فائدة الطاوة؟ هي عبارة عن خلت البكتيريا بداخلها لإنجاز الغرض، وهو شنو؟ تقلية البيض. شوف جاسم طباخ يعني اعذرونه. فهنا الخلية هاي هذا وكأنه شلون الطاوة، وهاي البكتيريا اللي أنا أريد أقليها، إجا الكومبلمنت أخذها وياه وركبها على الطاوة وطبخناها. بالضبط هيك أريد أوضح لك يعني بهالطريقة، خاف ما تفهم. زين بسيطة جدا، وهذا اللايسينج. واخير شيء هسه خلصنا من الثانية، قلنا اكو عندنا ثلاث اشياء، عندنا السايتوكاينز والكومبلمنت المتمم، واخير واحد الكواجوليشن بروتينز. البروتينات التخثر هاي نعرفها كل زين. كواجوليشن شنو عملية التخثر؟ هي ميكانيزم تو ستوب بليدنج افتر انجري تو بلاد فيزلز، انا بعد ان انجرح تجي تصير خثرة حتى يوقف النزيف ندري بيها. complex pathway involves اكو complex pathway involves بهاي الكواجوليشن، منها البليتلت تشارك بهاي الشغله ندري بيها. كواجوليشن فاكتورز اللي هن 10 وراح ناخذهم بالفارماكولوجي ان شاء الله، وفيتامين
اذا نحفظهن ثلاثه يشاركن بالكواجوليشن، واحنا دارسين ايضا بالفسيولوجي وشون يصير البلاد كلوت، هاي كلش بسيطه ونعرفها. زين عزيزي، هسه هنا مراجعه بعد، سمري وات هابن وين اكسترا ديفنس فيل. طبعا عزيزي المشاهد، هنا أنا هذا سلايد اريد اشرح لك اياه. باوع اني راح اخلص، ما عندي شيء، هاي اخر سلايدات. اني الاميون سيستم قلنا بي شقين، بي انيت زين وبي ادابتيف، مو لولا هذا الانيت مو بي قلنا بي اناتوميكال من كيميكال، خلنا احكي لك اياها يعني حكي حتى تعرف المدوخ، يعني مثلا اكو سكن واكو ميوكوس ممبرين واكو اسيديتي مال المعده واكو نورمال، فمو لولا هذن كلهن الان استوني سولفتن اسمهن اكسترا سيلولار كومبوننتس، واكو فشي اسمه انترا سيلولار كومبوننتس، وهن هنا موجودات بالجدول، هو نفس اللي احنا حافظين بس هنا افهم التقسيم. فهذا الانيت اميون وهذا الاكوارد اللي هو ادابتيف، اللي هو هذا خط الدفاع الاول. شوف شنو راح يصير، شوف خط الدفاع الاول لما اجاني باثوجينز بكتيريا او فيروس شنو راح يصير؟ لما اجاني هذا اول شيء راح يواجهه، هذا اول شيء راح يواجهه هو الاكسترا ديفنس اللي هو جزء من الانيت اميونيتي، الاكسترا يشمل السكين يشمل الميوكوس ممبرين والى اخره. زين هذا اذا فشل الاكسترا والفيروس دخل داخل الخليه منو راح يلاقي؟ راح يلاقي الانترا ديفنس، بس احنا بعدنا بالانيت، بعدنا بالانيت، بس الانيت من ضمنه اكو انترا ديفنس اللي هو يشمل فاجوسايتيك الانتي مايكروبال بروتين انفلاماتوري ريسبونس ناتشكل الى اخره، الى اخره، هذني كلهن انترا. اذا ذني فشلن النوبل واخترقهن كلهن هذا راح يروح يواجه الاكوارد اللي هي القوات الخاصه. تمام زين، كل هذا سامري، كل سامري هذا مراجعه. الانترا ديفنس قلنا اكو سيلولر واكو اكسترا سيلولر، السيلولر هن ذن الخلايا، الاكسترا سيلولر ذن اللي احنا سولفنا عليهن. زين كمل بعد شنو عندك؟ الانفلاميشن، هذا الانفلاميشن اول شيء الانفلاميشن شنو؟ الانفلاميشن هو الالتهاب. شنو الالتهاب؟ راح ناخذه ترى بالباثولوجي بالتفصيل بس هنا انا خل نعرفك عليه. الانفلاميشن هو الالتهاب، يعني هو عباره عن ريسبونس، رده فعل جسمك لما يصير له شيء. يعني شنو؟ يعني مثلا شايف لما احنا كنا صغار وتنطبق علينا باب السياره شلون ايدنا تصير حمراء وتورم، هو هذا انفلاميشن، الجسم رد على هذا الشيء صار له. او لما يجي واحد يضربك مثلا بوكسات على بطنك، ايضا انت هنا راح الخلايا تتاذى وتسوي انفلاميشن لان اكو خلايا تموت فيصير انفلاميشن. او لما يدخل لك فيروس او بكتيريا ويهاجم خليه ويقتلها ويصير الروتيشن بمنطقه معينه، فراح الجسم يرد على هاي الحادثه ويسوي التهاب. هذا الالتهاب هو فد شيء الله خالقه مبرمج وموجود بجسمنا مباشرة يصير حتى رأسا يحمينا من شنو؟ من الشيء اللي تعرضنا له. تمام؟ كسر من يصير، بكتيريا، مادة كيميائية توقع عليك، لما تحترق، شايف من تحترق بنار ايدك هم تورم، هذا كله انفلاميشن. اريد هنا احكي لك الكلام، الكلام كومبلكس بايولوجيكال شو اسمه؟ بروسيس، يعني عملية by which the body responds to pathogens and irritation. أي باثوجين يهجم جسمنا أو أي irritation يصير، سواء حرق، جرح إلى آخره، راح تصير complex biological process، عمليات معقدة، هي يسموها inflammation. والله راح نأخذها بالتفصيل بالباثولوجي بالتفصيل الدقيق. يعني هاي مرتبطة ويا swallowing of tissue، التشو قلنا راح يورم، هاي ندري بيها، وهو لاعب رئيسي بالإنيت إميونيتي. إذا الإنفلاميشن هو هذا المهم، أنه إذا جاب لك من الامتحان الإنفلاميشن يعتبر من الإنيت لو من الأكوارد قل له من الإنيت، لأن هذا الله خالق الإنسان مبرمج طبيعي. هذا السلايد أريدك تحفظه، هذا بسيط كلش كلش بسيط. هذا الكاردينال ساينز أوف إنفلاميشن، يعني العلامات الرئيسية مال الالتهاب. أنا شلون أقول هذا الشخص عنده التهاب؟
أقول هذا الشخص عنده التهاب عن طريق 5 علامات. المكان اللي صار به الالتهاب أول شيء يورم، شوف swelling، يورم، وردنس يصير أحمر، وهيت يصير حار، وبين يقوم يوجعه، ولوس اوف فانكشن يفقد الوظيفه مالته. ليش يفقد الوظيفه مالته؟ لان يوجعك، اذا شي يوجعك ما راح تحركه، وايضا بحمار وبورم سولوينج، فراح انت تفقد الوظيفه. زين عزيزي، هنا انا ارد اعطيك هالملاحظه، وارد انا اسولف لك عن الانفلاميشن شويه براحتي عمو تفهم هاي السلايدات، ارد اسولف لك عليه كلام شويه خاص، تمام، بعيدا عن المزمنه، تمهيدا لك حتى بالباثولوجي. شوف، كل الطرق تؤدي الى الانفلاميشن، تتذكر الخلايا المناعيه ذني شوفن ذني كلهن يؤدن الى الانفلاميشن، هاي ملاحظه تخليها ببالك. وبعد حتى هذا السيلولر، حتى الاكسترا سيلولر اللي هي السيتوكينز سولفنا عليها من ساعه، ايضا تؤدي انفلاميشن. الكومبلمنت المتم هم يؤدي الى انفلاميشن، الكواجوليشن كلها تؤدي الى الانفلاميشن، هاي الملاحظه خليها في بالك. شنو الانفلاميشن مهندس؟ شوي احكي لنا عليه تفاصيل ولو زحمه عليك. قلت لك تدلل عزيزي، شوف هذه اريد احكي هيك برسم بسيط، خلي بالك راح يفيدك حتى بالباثولوجي. شوف هذا عندي مثلا خلايا، هذه قطعه مال تشو دخل بيها بكتيريا، هذه بكتيريا خو جيد، وهاجمت عندي خلايا هنا في منطقة معينة، هاي خلايا مثلا البكتيريا هاجمتها، لما الخلية هاجمت هاي البكتيريا راح يصير التهاب، راح يصير انفلاميشن التهاب. شنو هذا الالتهاب؟ هاي الخلية اللي راح يدمرها البكتيريا راح تفرق، هنا اكو خلايا طبعا مناعية، مثل ما تعرف احنا عندنا خلايا مناعية بأجسامنا، دنتركسيال مثلا هنا، واكو استخبارات، فاكو هنا راح تستشعر هاي البكتيريا، راح تستشعرها، فمن تستشعر هاي البكتيريا تدز شنو الرسائل، تتذكرهن السايتوكاينز، سايتوكاينز تدز سايتوكاينز، زين تدزها بالدم، هذا الدم والسايتوكاينز راح يروح للدم. زين هذا السايتوكاينز من راح يروح للدم راح يسوي هواي اشياء، اسولف لك جنرال بس تخلي ببالك فكره، راح يروح مثلا يسوي ريكروتمنت مال الاميون سيل، راح يجيب الخلايا المناعيه، فالخلايا المناعيه كلها راح تجي عن طريق هاي الميديترز، الرسائل تجي وتوصل لمكان الالتهاب. بس شلون توصل مكان الالتهاب؟ توصل عن طريق الخلايا هم تدز ميديتر من نوع ثاني، ميديترز خليني ارسمها بغير لون، يعني اكو ميديترز عبارة عن نصيح للخلايا المناعية، وكوميدييتر ثاني رسائل ثانية، مو الصيح لا، تروح ندرسهم بالتفصيل وأسماءهم وكل واحدة تسوي، تروح لهذا الكابيلاري، الكابيلاري مو بي اندوثيليوم، تزود البيميابوليتي مال البلاد حتى تعبر الخلايا المناعية، خلي أسولف لك إياها شوية هنا تفصيل أكثر، يعني مو هاي اندوثيليال سيل، مو هاي اندوثيليال سيل، لو أنا بشتبه، نعم هاي اندوثيليال سيل، راح تجي هاي الميدييترز مثل الهستامي. تيجي هاي الاندوثيليال سيل تيجي ترتبط بيها، من ترتبط بيها شنو راح يصير؟ راح هاي الخلايا المناعية شلون تتقلص؟ فهاي الخلايا الاندوثيليال راح تتقلص، شلون تتقلص؟ هيج، شوف شلون بدل ما كانت هالطولها راح تتقلص، تصير هيج، شوف تتقلص، وهاي الخلايا اللي بصفها همينه شو راح يصير بيها؟ راح تتقلص. فمن تتقلص راح يصير بيناتها ذن الفراغات، تشوفهن، فذن الفراغات من تجي الخلية المناعية هنا اللي هي باللون الأخضر قلنا، من تجي الخلية المناعية هنا وأكو فراغ راح تمر من يوم هذا الفراغ وتوصل مكان الالتهاب، طبعا هي راح تلقى هنا بيزمت ممبرين اللي هو هذا تكسره وتعبر وتوصل مكان الالتهاب، من توصل مكان الالتهاب إنه بتقتل هذا الفيروس. زين من يصير هنا فراغ بين الكابيلاري، مو هذا صار فراغ، شوف هذا فراغ، راح ازيد البيرميابوليتي مال الكابيلاري. زين من يزيد البيرميابوليتي هنا أنا مو عندي اني سوائل، هنا أنا مو عندي سوائل بالبلاد، مو عندي سوائل، لو انا مش هاي السوائل راح تنضح وتطلع لي برا، لان صار شلون المفتوح، فهاي السوائل راح تطلع لي برا تروح لمكان الالتهاب، فهاي السوائل من تروح لمكان الالتهاب هنا راح المنطقه تورم،
راح المنطقه تورم، اذا عرفنا ليش ورمت زين، وهاي السوائل تروح لها المنطقه، هاي المنطقه اكيد بيها اعصاب مو يولا، طبعا كل مكان بيه اعصاب، هذا عصب خلا رسمه عدل، هذا عصب وهاي نهايه العصب مثلا، فهذه السوائل من تجمع بهاي المنطقه من تجمع راح تضغط على العصب، من تضغط على العصب العصب راح يتحسس ويصير الم، اذا عرفنا ليش صار الم وليش صار احمرار، احمرار لان هنا الدم ها بالمناسبه يصير فازو دايليشن ايضا عن طريق ميدييترز من نوع ثالث، ميدييترز هنا ايضا تفرز هاي الخلايا من نوع ثالث، هذا الميدييترز يجي يسوي فازو دايليشن، ومن يصير فازو دايليشن المنطقه تصير حمراء، فعرفنا ليش تصير حمراء وعرفنا ليش يصير سولوينج وعرفنا ليش يصير الم، وكل هاي راح تؤدي الى فقدان الوظيفه. اتمنى وضحتها وراح بالباثولوجي ندرسها بالتفصيل، وهاي العمليه سولفت لك عليها، شوف شلون، شوف هاي خلايا الاندوثيليال، شوف هاي خلايا الاندوثيليال، ومن يجيها سايتوكاينز معين راح تتقلص، من تتقلص راح يصير بيناتها فراغ، وهذا الفراغ راح السوائل تنضح وحتى بروتينات مرات تنضح. وايضا ميدييتر ثاني يسوي دايليشن، شوف هذا يجي ميدييترز فيسوي له دايليشن يكبر يصير نفس هذا. وهذا نفس الكلام بس هنا مخطط، ونفس الكلام بالضبط، شوف هنا هنا ايضا قلنا اول شيء مثلا صار جرح معين وونت، وونت جرح صار، خلي اكبر هذا، صار وونت جرح معين، من صار وونت اللي هو الروتيشن وونت جرح صار بجسمنا، فاول شيء راح يصير راح هنا تنفرز سايتوكاينز، تروح للبلاد فيزل تسويها فازو دايليشن فالمنطقه تصير حمراء، سايتوكاينز ثانيه تروح تجيب الخلايا المناعيه اللي هن ذني وجن الخلايا المناعيه وصلا لهذا المكان حتى تنظفه، وسايتوكاينز ثالث تسوي بام ابولتي، وهذا كله شرحناه. وهذا سمري ها الانفلاميشن، هذا اذا الانفلاميشن مرات يفيدنا مرات ما يفيدنا، شو وقت يفيد شو وقت ما يفيد، هذا الانفلاميشن اذا صار بالاصلاح اكثر من التخريب يعني هذا دي يفيدنا، اذا صار التخريب اكثر من الاصلاح ما يفيدنا، لان مرات انفلاميشن يصير اوغمنتد يصير كبير يصير واسع، واذا صار كرونيك مزمن وطول الانفلاميشن عندي يصير مضر، ولازم اخذ الادويه اسمها انتي انفلاماتوري دراج راح ناخذها بالفارماكولوجي. شوف بروجرس اوف هيلينج، اذا صار بروجرس اوف هيلينج فراح يصير ضار، واذا صار سوري بروجرس اوف هيلينج يعني يصير مفيد اخضر، وبروجرس اوف ديستركشن راح يصير ضار. شو وقت يصير ضار؟ من يصير كرونيك، لما يصير مزمن، انفلاميشن مزمن. هنا تشو دامج مره ها الكرونيك انفلاميشن، دي يقول لك الكرونيك انفلاميشن يعني انفلاميشن اللي يصير بشكل مزمن يطول اكثر من 3 اسابيع اسبوعا اكثر من 3 اسابيع يصير تشو دامج، تمام؟ يقول لك بالكرونيك انفلاميشن المايكروفيج ان ذا تشو ان ذا انجر التشو، هذا بالسلايد مثل ما تشوف. طبعا شلون يسوي تشو دامج؟ هذا بالكرونيك انفلاميشن هاي المايكروفيج الخلايا المناعية تحطم تدمر الخلايا مالتي، نعم لأن هذه منطقة متضررة، مثل هاي منطقة متضررة، منطقة بها انفلاميشن، هذا خير سلايد، هاي منطقة بها انفلاميشن وذن خلايا صاحية، ومن ضمن الخلايا الصاحية اكو بكتيريا، شوف اكو بكتيريا ذن باللون الأزرق، وجدت الخلايا المناعية اللي هي باللون الأخضر، وهاي الخلايا باللون الاخضر من راح تجي تدمر؟ ما راح تدمر بس البكتيريا، راح تدمر المنطقه كلها، فراح تدمر الخلايا ايضا، فيصير تشو دامج عن طريق رياكتيف اوكسجين سبيشيز اللي هي الجذور الحره، هاي الخلايا المناعيه تطلق اسلحتها، اسلحتها هي جذور حره درسناها بالبايوكيمستري، فهاي الجذور الحره ما تميز الخبيث من الطيب وتقتلها كلها، تمام؟ خلصنا عزيزي المشاهد، اتمنى ما طولت، وهذه المحاضره راح تفيدك حتى بالباثولوجي، شكرا لك. مع السلامة.